أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا رجل دخلي محدود، وتريد زوجتي أن تعمل لتساعدني في متطلبات الحياة. أنا إيش؟ أنا رجل دخلي محدود، إيه؟ وتريد زوجتي أن تعمل لتساعدني في متطلبات الحياة، فما توجيهكم؟ هي نعم، إذا كنتم فقراء ما في مانع، ما في مانع. كانت نساء الصحابة يعملن في المزارع ويعملن في، ما في مانع، إذا هذا من التعاون. إذا احتجتم إلى هذا انضبطت المرأة في خروجها، تجنبت المحظورات، عدم الاختلاط بالرجال، وتحجبت، وأنتم بحاجة إلى هذا الشيء لفقركم، ما في مانع. النساء ما زلنا يعملن مع المسلمين في مختلف العصور عند الحاجة. نعم.